النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كان هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة النهار هذا اليوم في العاصمة عمان، وكانت درجات الحرارة أقل من معدلاتها السنوية نسبة لهذا الوقت من العام، مع ظهور لبعض السحب والضباب في مناطق وأجزاء مختلفة من المملكة. أما درجات الحرارة التي من المتوقع أن تسجلها هذه الليلة العاصمة عمان، تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 6 درجات مئوية مع نشاط لهبوب الرياح الشرقية. درجات الحرارة الملموسة تكون درجتين مئويتين، أما نسب الرطوبة تصل إلى 79%. توقعات الطقس للأيام القادمة، تصل درجات الحرارة في العاصمة عمان يوم الأربعاء إلى 15 درجة مئوية مع استمرار للرياح النشطة، وليلا تصل إلى 6 درجات مئوية. أما يوم الخميس تصل العظمى إلى 11 درجة مئوية، في حين تصل الصغرى إلى 5 درجات مئوية. يوم الجمعة هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في مختلف مناطق المملكة، مع انخفاض واضح على درجات الحرارة وهطول زخات من الأمطار في مناطق مختلفة. العظمى تصل في العاصمة عمان إلى 8 درجات مئوية، في حين تصل الصغرى إلى 6 درجات مئوية. ملخص الطقس للأيام القادمة، هناك نشاط لافت على الرياح الشرقية في مختلف المناطق، وارتفاع على درجات الحرارة المقاسة، ولكن الملموسة تكون أقل من ذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح الشرقية. وأخيرا حالة من عدم الاستقرار نهاية الأسبوع تبدأ مع يوم الخميس حتى يوم الأحد، وانخفاض واضح على درجات الحرارة وهطول لزخات من الأمطار في مختلف مناطق المملكة. انتقالا لأبرز الأحداث التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمها انفجار بركان تال في الفلبين، مع الزميل وهذا التقرير مع الزميلة سارة القباني. بدأ بركان تال، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، بنفس رماده الأحد 12 كانون الثاني الجاري. ويقع البركان الذي يعد ثاني أنشط البراكين في الفلبين في بحيرة تال على بعد 70 كيلومترا جنوب مانيلا. تميز البركان خلال ثورانه الأخير بظاهرة البرق البركاني، وهي ظاهرة تنتج عن ارتفاع الهواء الساخن جدا من البركان إلى طبقات الجو العليا الباردة، وقد يولد حالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي عملية تفريغ للشحنات الكهربائية مولدة بذلك البروق. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة، ولكن لتبقوا على تواصل معنا حملوا تطبيق طقس العرب. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.